مواعيد جداول امتحانات سنوات النقل تم تغييرها بسبب انتخابات الشورى في القاهرة. طيب اذا كان ممكن ان احنا نغير بسبب انتخابات الشورى مواعيد امتحانات، ليه بقى ساكتين على صريخ وصراخ اهالي طلاب الثانوية العامة ونقول الجدول اللي هيتحط ده صباع قبل عصفر، الجدول اللي هيتحط مش هيتغير ابدا. طب طالما اتغير عشان انتخابات الشورى، ما تغيروا للعيال بتوع الثانوية العامة اللي حاسين ان هم مضغوطين في الجدول بتاعهم. قضية الامتحانات قضية كل سنة، أولياء الأمور وأبنائهم وداخلين على الموسم مع وزير جديد. إخبارية 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 100% إكسترا نيوز إكسترا تليفونات، وعايزين ناخد معانا الدكتور حسن السيد الخبير بشؤون التعليم ويقول لنا حكاية الجدول، وأيضا حكاية إن هم قرروا فجأة النهاردة إن هم هيقدموا الامتحانات 15 يوم. اهلا دكتورنا. اهلا بحضرتك استاذ عاصم. اهلا فندم. انا الحقيقه سعيد ان انا بكلم حضرتك وبكلم اخونا محمد مصطفى شردي، هو طبعا اصغر مني بشويتين يعني، لكن طبعا انا امام قامتين مهمتين، وبخصوص هما ابنان لناس احنا اتعلمنا منهم، يعني الاستاذ عبد الحي اديب والاستاذ مصطفى شردي من القامات الكبيره جدا. ربنا يخليك يا دكتورنا. ربنا يخليك، شكرا. قول لنا قول لنا بقى رايك كيف اللي بيحصل ده. شوف يا باشا، واضح ان احنا اخر حاجه بنتكلم او اخر حاجه بنهتم بيها التعليم في مصر. او من الحاجات اللي ما تهمناش قوي يعني، التعليم والصحه والكلام اللي هو عند العالم المتحضر مهم جدا، احنا مش مهتمين بيه. ولعل حضرتك، انا بس في دقيقه هقول لحضرتك ان استاذنا دكتور حلمي مراد في الستينات لما طلب مجلس الوزراء ان يعرف ماذا حدث في الزعفرانه، الراجل قال له شكرا مع السلامه ومشوه من الوزاره. والاستاذ الدكتور عبد الصناع وفار في سنه 84 لما اصر انه الامتحان ان الدراسه تبدا 7 سبتمبر مش 14 سبتمبر وقلع جثتي، برضه ايه قالوا له شكرا مع السلامه. عشان كده احنا موضوع التعليم ده مش مشكله يعني، احنا مش مهتمين بيه. لكن الحقيقه موضوع امتحان تقديم الامتحان بالنسبه للابتدائي والاعدادي ده عشان مجلس الشورى، ده مش مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم للامانه يعني، ده مسؤوليه المجالس المحليه. ويمكن الاستاذ مصطفى شردي، محمد مصطفى شردي، يعرف الكلام ده اكثر مننا، لان ده مسؤوليه المحافظه وده مسؤوليه المجلس المحلي، وواضح المجلس المحلي خد قرار والناس مش مهتميه بالحكايه دي. كنا زمان بنقول ايه، اصل احنا هنقدم او ناخر عشان السياحه، عشان بعض المناطق السياحيه، ده احنا عشان جمع القطن الى اخر هذا. لكن ان احنا نقدمه عشان مجلس الشورى، واحنا ما كناش عارفين ان في انتخابات مجلس الشورى يعني. طيب احنا ده في يعني اولياء امور كتير مستائين من هذا طبعاً الموضوع. طبعا وده شيء خطير، لان انت عامل انفلونزا اللي بدا بالمؤاخذه بالمسخره بتاعه وزاره الصحه ووزاره التعليم، والحق يا جدع وحش يا جدع، وبعدين نكتشف ان ما الموضوع ما كانش كده، والموضوع كان فيه سبوبات، والموضوع كان فيه تغطيه على مهازل زي التقويم الشامل وغيره، وقعدت العيال طول الفصل الدراسي الاولاني لحد بيروح ولحد بيجي، وبعدين جيت وديتهم فجاه في الدور الثاني مع وزير جديد، وبعدين بدا العنف، لان طبعا الراحه ملهاش اي لا متعوده تروح ولا متعوده تيجي، فده امر خطير جدا. لكن الامر الاخطر اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، معقول يعني ان انا هقدم امتحان 15 يوم؟ امال احنا بس قاعدين نحط جدول ونقول ده فيه مراجعه وده فيه المقررات الدراسيه، والشهر الفلاني الولاد بيدرسوا فيه كذا، والشهر الاعلاني الولاد بيدرسوا فيه كذا. لكن الموضوع احنا مش مهتمين بالقضيه ديت، احنا مهتمين بصندوق الانتخاب اللي هو ملوش اي لازمه، لان باختصار هؤلاء النواب اللي بيمثلونا في مجلس الشعب بيبيعونا مع اول جلسه، زي ما حصل مثلا هم بيرفعوا البنزين، زي ما حصل هم مش عارف ايه، ودي مساله خطيره جدا. انا اسف اقول لحضرتك، قلتها في احد البرامج مش هذكر الاسم يعني، لما رفعوا البنزين قلت لهم يا اخوانا كل واحد ينزل يروح للعضو بتاعه اللي اداله صوته، يقول له يا عم انت بعتني في 5 دقائق، فهم باعونا وباعوا فندم وباعوا الاجيال اللي جايه بعد. بجانب البيع، الناس برضو بتشتكي من جدول الثانويه العامه. طبعا انا 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 تلقيت العديد جدا من الكلمات، ويمكن كتبت الكلام ده ولعل حضرتك شفته في نهضه مصر، لان فعلا انا سيده فضله والبعض
كلمني الحقيقة، يعني لما يبقى الانجليزي وتاني يوم الفرنساوي مسألة صعبة جدا، لما يبقى الولد هيمتحن لغة عربية وبعدين يمتحن تربية دينية برضه مسألة صعبة جدا. الأحياء البيولوجي مسألة الأحياء قالوا فعلا دي فيها مسألة. ليه احنا بنعاند الولاد دول ولا ايه؟ ليه يعني؟ وفي ايه؟ يعني ما تدي ده النفسي ده الحالة النفسية للطالب مهمة جدا جدا جدا، خصوصا ان احنا بندخله امتحان اما شاكرا واما كفورا. طيب. يعني طيب. ما يعني طيب. يعني انت هو قدامه فرصة واحدة، طب ريحه بقى. يا بي احنا بندفع تقريبا في حدود 15 مليار جنيه سنويا للدروس الخصوصية. كام يا فندم؟ 15 مليار جنيه للدروس الخصوصية سنويا. 3 مليار دولار. 15 مليار جنيه. مليار جنيه سنويا للدروس الخصوصية. هذه كارثة. يعني ده تعليم موازي، العيال دي بتتعلم في بيوتها، العيال دي بتتعلم في مراكز بره المدرسة، العيال دي المعلمين دول مش معدين. هي ميزانية وزارة التربية والتعليم قد إيه يا فندم؟ نعم؟ ميزانية وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم ميزانيتها حوالي 32 مليار 34 مليار في الحدود دي تقريبا. يعني احنا بناخد دروس خصوصية بنص الميزانية. ما هو خد بال حضرتك، ميزانية وزارة التربية والتعليم 80% منها تقريبا للأجور. يعني كمان كمان يعني ماهيش العملية التعليمية أصلا يعني ميزانية العملية التعليمية حوالي 4-5 مليار 6 مليار كده يعني. طب دكتور حسني خليك معانا، هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني وناخد اتصالات كل اولياء الامور، الناس اللي بتتكلم عن الامتحانات وجدول الامتحانات والثانويه العامه. اخباريه اكسترا نيوز واكسترا تليفونات، ارجوكم ابقوا معانا.